في صفوف الفريق. تسديدة تقديم الإضافة المرة لكنها كانت قوية. البحيري حصل على مخالفة. المرور مرة أخرى فرصة من المرور بالتصويب والهدف الثاني. ياسين البحيري يبحر اليوم بسفينة فريق نهضة بركة. كيرجع الكرة مرة أخرى لياسين البحيري. البحيري عند المساواة فرصة لفتت. تصل ليوسف أميري. قلت جمال حركاس فرحان عملود يحيى جبران دراوي احناش الهوي. الشرقي يحاول البحري يحاول الشرقي. جول 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 جول. الهدف الاول الهدف الاول للنهضه الرياضيه البركانيه. ياسين البحيري تمشي كره راسيه. مدرب الفتح الرياضي جمال السلامي قبل لحظات بالتغيير تلعب الكره. قاموا بتسجيل هدف التعادل للنهضه البركانيه الكره الماضيه. من كامارا ياسين التمرير فرصة التسديد الهدف الثالث. الهدف الثالث ل طاعت الكرة طاعت الكرة يسترجع يسترجع رائع 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 ياسين. هو 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 جول هو جول. هدف لفائدة فريق الجيش البلدي. الجيش البلدي دائما كان عنده هدافين من طراز كبيرة. فرصة سعيدية وفي بركان وفي مدينة وجدة دي كل أمور ستساعد كثيرا. كرة للأمام للأمام لفريق في النتيجة دي فرصة تدخل الدفاع لفائدة فريق النهضة البركانية داخل منطقة الجزاء. يوسف زغودي و سفيان برحو تابعوا من جديد هذه المحاولة. ياسين بحيري بعد يراوغ بعد ينتظر الدعم. كرة سددت ممتازة جدا. أول ظهور في المباراة ياسين البحيري كان بإمكانه أن يوقع في وسط الملعب لنادي نهضة بركان. فرصة وصلت محاولة إمكانية التسجيل في الشوط الثاني كان قريبا من التسجيل ومن الوصول لمرمى الحارس المهدي بن عبيد الذي تألق في اللقطة الماضية. فريق النهضة البركاني ياسين البحيري. ياسين يختار الكرة البينية أمامية فرصة للسيل. Doing what was necessary really for the home side. تكون فيها مناوشات أو تدخلات قوية جدا. فريقين معا أمن الفرصة ولكن فيها إمكانية وفرصة لفريق النهضة البركانية من أجل التأمين. تروكي هنا الانسلال عن طريق ياسين البحيري. ياسين البحيري لعب الكرة ولكن فوق المرمى. ياسين البحيري فريق النهضة البركانية من المنتظر بأن يكون تنافس قوي بين اللاعبين. كرة تلعب بهذه الشكل داخل منطقة الجزاء. هدف والهدف الذي يأتي في الأنفاس الأخيرة والهدف الذي ياتي في الانفاس الاخيره. من انه يغير الوجهه هذه المره. ياسين في القائمه الثاني بالراس بالراس يوسف وضايو. مهاجم الفتره مهاجم يتحمل مسؤوليته مهاجم يخلي الفريق يلعب ثقه اكبر. هذه كره من يوسف الزغودي ممتازه جدا. البحيري يلعب كره في القائم فرصه و بالراس وتدخل الحارس محمد فري. لاحظوا الساده المشاهدين وتنطلق معه فرص أخرى تعود لصنع عناصر فريق نهضة الرياضية البركانية. للكرة تحضير من جانب ياسين البحيري من الجهة اليمنى. زغودي مرة أخرى ياسين البحيري. ياسين البحيري كيلعب كرة في الجهة اليمنى عند عمر برحو أمام اللاعب يوسف
الى عمر العرجون نحو زغودي، مشت ياسين البحيري، زغودي محاوله التوغل الكره تسدد ثابته للنهضه البركانيه. ياسين البحيري كيلعب الكره مباشره الراسيه، كان خروج الحارس محمد فن. عبد الكريم يحاول المرور، يتوغل منطقة الجزاء، يعود الوراء، ياسين البحيري ينسى في منطقة الجزاء، وصلت الكرة لياسين، يسدد ياسين اللقطة الماضية. بعد رحلة المونديال، مونديال قطر، رحلة أخرى في الطريق، والكرة لفريق النهضة البركانية يمكن من نوع الكرة في الوقت كان بإمكانه أن يبرر، وصلت لياسين البحيري. البحيري في الجهة اليسرى عند بادي عاوك طبعا بمساندة دفاعي ممتاز جدا، كرة مرر ممتازة جدا ممتازة جدا نحو ياسين البحيري الذي يسارد في الكرة الماضية وتضيع فرصة لفريق النهضة البركانية. رد على هدف محمد هبالي، لعبات الكرة مباشرة، الفرصة تدخل الحارس ياسين البحيري، البحث عن بالنسبه للناديين مع الكره عند اللاعب البحيري، يحاول يمر، يحاول يبحث عن التوغل لمنطقه الجزاء. أريستيد سيمون، ياسين البحيري، حكم يعلن عن خطا في التصويب، مازالت الفرصه متواصله. ياسين تسديده قويه، التحضير هنا فرصة محاولة التسديد الهدف ويرسخ هذا الحضور للكرة المغربية على صعيد الأندية القارية. بعد دخل لقيمة منطقة الجزاء، فرصة 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 النهضة البركانية، وياسين البحيري، ياسين البحيري أمام المرمى. إذا يسدد ياسين بعيدة كل التنفيذ يا سليم، كرة كانت من المرمى بيض، رجعت ياتون بالحلول على مستوى الأروقة، هنا فرصة تسديد، تسديد الحلول على مستوى خط وسط ميدان فريق النهضة البركانية. كرة في منطقة الجزاء دائما لنهضة بركان، ضربة رأسية خارج الملعب على مستوى القارية. ياسين البحيري ومرير كرة في اتجاه يوسف مهري، يوسف يوسف الفريق يسعى لتحقيق الفوز، كل مدرب وضع السيناريوهات تلعب من طرف الفريق البرتغالي، سيبحث من اجل كرة خارج الملعب، ركلة مرمى. من خلال هذا النقاش هو البحث عن رأسية يوسف، يوسف بالرأس ولا زالت بركان يبحث عن نقل الخطورة في منطقة الجزاء، إمكانية التسديد، كرة للنهضة البركانية تسدد، ممتازة جدا لنادي نهضة بركان. ياسين البحيري بالضيافة أمامنا، ياسين البحيري beyond the roof of the net.